استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ظهر اليوم أخاه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق، وذلك في مقر إقامة سموه بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقد اطمأن رئيس جمهورية العراق الشقيق على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وعلى نتائج الفحوصات الطبية التي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح. وقد أعرب سموه رعاه الله عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه أخوه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح من طيب المشاعر التي تجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين. هذا وقد حضر المقابلة معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. الصحة جيدة الأخ وزير. السلام عليكم. صحة والسلامة سموه إن شاء الله طولة العمر. الله يسلمك. السلام الله يسلمك. السيد محمد حسين ابن أخوك. دعوات خير. كيف حالك عمي؟ إن شاء الله بخير. عندك الصحة والعافية إن شاء الله. دعاء بالصحة وطول العمر. الله يبارك فيك.